طيب الخبر اللي معانا زي ما قلت لكم في المقدمه كده، احنا عبد الحليم حافظ ليه قصه. عبد الحليم حافظ ده يعني اسالونا انا تجاب اسمه في اي جمله مفيده يطلع ترند على طول. وعبد الحليم حافظ اتعمل عنه فيلم واتعمل عنه مسلسل. الفيلم طبعا كان بتاع الراحل احمد زكي ربنا يرحمه. فجاه كده لقينا اليومين دول في كلام من اسره عبد الحليم حافظ ان هم مش موافقين ان يتعمل اي فيلم او مسلسل عن قصه حياه عبد الحليم حافظ الا لما يرجعوا لهم الاول، وان هم كمان يحطوا شروط لاختيار الممثل اللي هيعمل الدور، وان هم يراجعوا السكريبت، وان السكريبت ما يكونش فيه اي اشاعات. طيب معلش سيبوني اتكلم في الموضوع ده شويه. عبد الحليم حافظ حياته مليانه اسرار كتير جدا، وانا قريت كويس جدا في حياه عبد الحليم حافظ، يمكن منها جوازه من سعاد حسني، علاقاته مثلا انه كان متجوز او مش متجوز او الكلام ده كله. فاسره عبد الحليم بتقول انه المهم ان السكريبت ما يكونش فيه اشاعات. طيب ما هو ايه هي الاشاعات بقى من وجهه نظرهم؟ يعني هل جوازه من سعاد حسني هم يعني بينفوه تماما، بالرغم ان اخت سعاد حسني قالت ان هم اتجوزوا فعلا، والراحل مفيد فوزي برضو قال ان هم اتجوزوا، يمكن انا قريت كتير في الحته دي. لكن الغريب انه اسره عبد الحليم حافظ تقول احنا نقرا السيناريو ونختار اللي بيمثل. طب هو معلش انا اسفه، هو عبد الحليم حافظ ده خلوني اقول لكم حاجه، ان الشخص لما بيبقى مهم ومشهور قوي زي ام كلثوم، زي عبد الحليم، زي ليلى مراد، زي كل الفطاحل دول، ما بيبقاش ملك اسرته خلاص، بيبقى ملك لجمهوره، بيبقى ملك للناس اللي بتحبه. فهل طبيعي او صحيح ان اسره عبد الحليم حافظ، وده مش اول مره يتقال الكلام ده، تقول انها عايزه تقرا السيناريو وتختار الممثلين والكلام ده؟ الحقيقه انا مش هعلق. طب احنا معانا التليفون الاستاذ محمد شبانه، ده ابن اخو عبد الحليم. انا قاريه الكلام ده كله. طب استاذ محمد شبانه حضرتك معانا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. انا بقول من رايي كواحده باحثه في التاريخ قبل ما اكون مذيعه، عبد الحليم حافظ مش شخصيه عاديه ابدا، وهو عنده ملايين من المتابعين. خليني اكمل كلامي لحضرتك، هكمل سؤالي. عبد الحليم حافظ من قراياتي كانت جنازته من اكبر الجنازات في التاريخ، اذا ده راجل مش بس الناس بتتابعه في مصر، لا في كل العالم، مش حتى في الدول العربيه بس. إذن عبد الحليم حافظ هو ليس ملكا أو حكرا على أسرة عبد الحليم حافظ، ولكن هو ملك لجمهوره ولمحبيه. أنا صح ولا لأ؟ حضرتك خلصت كده؟ أه اتفضل. طب أصل أنا حضرتك كررت الموضوع ده تاني في المقدمة، حضرتك قلت نفس الكلام. أنا أقول لحضرتك حاجة، عبد الحليم كفنان ملك الناس كلها، عبد الحليم كإنسان ملك أسرته فقط. مظبوط. اللي هيتعمل ده سيرة ذاتية، سيرة ذاتية فيها شخصيته. في شخصيته يبقى لازم يطلع عنه الحقائق. انت دلوقتي احنا ليه مش عايزين نفتح مخنا؟ ليه مش عايزين نبقى زي ناس بتوع إلفيس بريسلي، زي فرانك سيناترا؟ ما فيش حد بيعمل الكلام ده بدون ما يرجع لاسره الفنانه، ما في فيلم هيتعمل عنهم، ما فيش. ده مش شخصيه عامه، ده شخصيه مشهوره. الشخصيه العامه اللي هي منوطه بخدمه عامه، موظف في الحكومه. انما الشخصيه المشهوره دي ليها ضوابط. يعني طب هل انتوا عندكم احنا دلوقتي على فكره هقول لك بس حاجه معلومه. اتفضل. ان احنا في المسلسل وفي الفيلم هم اللي كانوا بيجوا يقولوا لنا احنا هتمضي على السكريبت وهتمضي اوكي ومضينا على العقود دي، ولكن ما نفذوش حاجه. ايوه. فده مش غريب، ولا الناس ما بتوافقش، الناس بتوافق، لان في الاول وفي الاخر عايزين عمل كويس على عبد الحليم. ودينا شفنا اهو اخره ان احنا ما مضيناش على السكريبت ولا شفنا حاجه، طلع مسلسل هزيل. طب احنا عايزين نعمل حاجه مظبوطه تشرف مصر وتشرف العالم العربي عبد الحليم ونقول الحقائق، ولا عايزين حاجه هزليه زي اللي فاتت؟ لا طبعا، انا عن نفسي انا عايزه الحقائق كلها، بس هل انتوا هتطلعوا كل الحقائق فعلا، ولا انا أيوة طبعا. ولا في حاجات انتوا عايزين يعني تنكروها او تخفلوها؟ لا احنا عايزين نوري للناس عبد الحليم الانسان. استاذ محمد بس لازم تبقى عارف انا مش ضدك، انا باحثه في التاريخ قبل اي حاجه. انا فاهم. انا عايزه اوصل لحته انه انا نفسي بجد الحقيقة تطلع. عبد الحليم ده بتاعنا كلنا. حضرتك هتطلع ازاي؟ انت حضرتك دلوقتي تقول اختها قالت انها متجوزين، ده ضربه عقد عرفي وفندناه كله 100 مره فندناه، ومش عايزه افنده المره الالف. ان مفيش كلام ده، والا كانت خدت ميراثها يا فندم.
طيب ما فاهم ازاي؟ لو هي ست متجوزه كانت مراسه، انا مش عايز اخد اجراءات لان برضه عشت. يعني هل انت قصدك على اخت سعاد حسني مش يعني جانجا هي اللي ضربت العقد الموضوع ده؟ الموضوع ده اتقفل يا فندم لان الاستاذ مفيد نفسه الله يرحمه طلع مع استاذه رغده شالهوب. أيوة. وقال عبد الحليم ما اتجوزش، وهاتيها على اليوتيوب، قال عبد الحليم اتجوزت رغده شالهوب في 100 سؤال. بس هو قال قبل كده كتير ان هو حضر. لا ده اخر حاجه خالص مع استاذه رغده قال انه ما اتجوزتش، فالكلام ده كله هو فرقعه بس كانوا عاملينها وخلاص خلصت، احنا خلصناها وفندناها خلاص. يعني عبد الحليم لم يتزوج في حياته ابدا. ما اتجوزتش سعاد حسني خالص. لا انا بتكلم في حياته بشكل عام، هل تزوج؟ لم يتزوج. لم يتزوج. لم يتزوج. طب هل انتوا يعني فعلا عندكم حد مثلا بتفكروا فيه ان هو يلعب دور عبد الحليم حافظ؟ والله ممكن يعني ممكن ناس تعرض علينا، ممكن احنا نرشح حد. احنا في مسرحيات عملت في الرياض في موسم الرياض جميله جدا، صاحب ذات من تكون كان البطل بتاعها اسمه محمود الغندور. ده ولد كويس جدا وشاب واعد ومثل دور عبد الحليم كويس جدا وعيط الناس وضحكهم وفرحهم وحاجات كتيره جدا. فممكن يبقى من ضمن المرشحين. والناس في الاخر يعني هي عمليه ايه؟ الحلو ما حدش يعترض عليه يا فندم. طيب يعني انا حتى خليني اكون بايخه شويه. مفيش خليني اكون بايخه شويه. مفيش انسان ملاك، مفيش انسان ملاك، وعبد الحليم في النهايه هو انسان. هل ممكن في المسلسل ده نلاقي مشاكل عبد الحليم مثلا او الصراعات اللي كانت بينه وبين اي حد مثلا، مشاكله مثلا وماله ده جزء، ده جزء عبد الحليم ذكائه جزء من شخصيته. ما هو الواحد الطيب مش 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 طيب مش عيب انه يبقى ذكي. لا انا بتكلم عن انه كان في مشاكل، انه مثلا بليغ حمدي حصل بينهم صراع وقالوا ده ورده هي السبب والكلام ده، بغض النظر عن الحقيقه او لا. انا عارفه الحقيقه. بس عبد الحليم عايز اقول لحضرتك ان عبد الحليم في حاجات كثيره جدا عبد الحليم عملها يعني بحسن نيه كتير جدا. أكيد. واحنا ما جبناش سيرتها برضو عشان لا نجيب، ليه ما نجيبش؟ مش عايزين نهز صورتها. لا 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 ده مش صح يا فندم، الصح ان الحقيقه تطلع كامله. لا حضرتك اتعمل في عبد الحليم مش عبد الحليم اللي عمل. انا فاهمه حضرتك وسامعاك. انا بقول لحضرتك طبعا مش تحت السيطره لان دي تبع ورثه الفنانين الاخرين. فاهم قصدي ايه حضرتك؟ فاهماني؟ انما يعني انت لو عندك معلومه مؤكده لاخطائه وللصواب بتاعه وكده عادي. لانك يعني بصراحه وما تزعلش مني انا بشوف مع ان كل دول العالم يعني عايز اقول لحضرتك حاجه وعبد الحليم قالها مع استاذ طارق حبيب. أيوة. ان كل في كل دول العالم الصحافه بتقف ورا الفنان وفي ظهره وما بتبينش عيوبه. مش موضوع عبد الحليم في حياته أنا... عبد الحليم في حياته كان بيشرب بق ميه بس عشان يبل ريقه يقول ده بيتمارض. أيوة. الحد مش عارف يعمل ايه وفاجئهم بموته في الاخر. فكل يعني كل الناس بتدافع عن رموزها ما عدا احنا بس. لا احنا لا عايزين نبين رموزنا. لا لا انا مش ده اللي انا اقصده، مش ده اللي انا اقصده. لا نبين الحلو الاول عشان يبقى قدوه. هيبقى عندنا قدوه امتى حضرتك يا فندم؟ انا عايز اقول لحضرتك عايش, عايش وما شاء الله نمبر 1 زي ما بيقولوا على راي محمد رمضان. طيب ربنا يمسيه بالخير. خليني اقول يعني لحضرتك حاجه عشان انت مش سامعني. انا ما بتكلمش ان احنا نقول ان عبد الحليم كان وحش، لكن انا عايزه ارخ التاريخ، عايزه التاريخ يطلع في صورته الحقيقيه وشكله المظبوط. ليه دايما احنا خليني اكمل سؤالي ارجوك. ده انا مش عارفه اكمل سؤالي خالص، اديني فرصه اكمل السؤال. ليه ليه دايما احنا عندنا وجهه النظر ان احنا طالما بنعمل مسلسل عن فلان الفلاني اذا هذا الفلان هو ملاك انزل من السماء؟ ليه انا مش كده خالص. انا مش بتكلم عن عبد الحليم بس، انا بتكلم بشكل عام انه دايما اي شخصيه هنعمل عنها مسلسل طالما هي شخصيه حقيقيه اذا احنا لازم نطلعه ملاك. ملاك اكيد حضرتك بتشوف ده معايا. انا واحده كمهتمه بالتاريخ انا شايفه ان المفروض ان احنا كل الحقائق اللي تخص هذا الشخص سواء اخطائه او الحاجات الكويسه اللي عملها تطلع عشان في النهايه نبين للناس انه ده بني ادم، وطبيعي ان البني ادم بيقول الصح وبيقول الغلط. فبرضه حضرتك راجعني لو مش متفق معايا. فانا متفق مع حضرتك في كل حاجه. احنا راينا واحد بس. انا عايز اقول في الاخر يعني يعني حضرتك في النهاية هل هيبقى ليكوا دور ان انتوا علشان حد يعمل شخصية عبد الحليم حافظ هل ممكن تمدوهم بمعلومات ما اتقالتش قبل كده والكتب الكتير المكتوبة عن عبد الحليم حافظ والكلام ده، هل انتوا هتمدوهم بمعلومات اكتر من كده تفيد السيناريو؟ امال بكتير بكتير جدا. وانا لولا انهم استاذ جمال عبد الحميد طلع في معرض كتاب في ندوة وقال المسلسل ده مسلسل اي كلام وهو اللي كان مخرجه والده اتعمل بسرعه عشان الفلوس وحاجات قال حضرتك راجع. أيوة. الاستاذ جمال عبد الحميد بعد 10 سنين قال الكلام ده يعني. أيوة. خدت بالك؟ فانا دلوقتي لما اجي اعمل حاجه كويسه على عبد الحليم. أيوة. واحط الشروط ده حقي مليون في الميه.
يعني اتمنى ان احنا ما نقولش الشروط، ولكن نقول ان احنا عايزين نطلع كل الحقائق ونطلع عبد الحليم في الصوره الصح، وكمان نختار ممثل يليق بتاريخ ومجد عبد الحليم حافظ، لانه في النهايه زي ما كنا بنتكلم على محمد صلاح من شويه، الناس دي يا جماعه هي اللي بتصنع تاريخ هذه الامه. محمد صلاح ما بيتحركش، ما بيتحركش. الناس دي يا جماعه هي اللي بتصنع تاريخ مصر. خطوه ولا بشروط؟ خدت بالك؟ اي خطوه لاي فنان او اي فيمس يا فندم بيتحرك بشروط، بيتحرك بحساب، كل شيء بحساب، كل شيء محسوب، احنا لازم نخش الحكايه. وده اللي انا باكد عليه، بس حضرتك لسه سامعني ان انا بقول انه بيديني ان انا اعمل شروط، بيديني ان انا اقول حقي، لان انا وارث عبد الحليم كان عبد الحليم موجود. لو عليه ديون انا هدفعها، لو ليه فلوس انا لو انا دافع عنه لو في اي حق، فاهم قصدي حضرتك؟ انا بديل عبد الحليم دلوقتي خلاص، يعني اي احنا ورث عبد الحليم بديل عبد الحليم. واحنا اللي انا عشان حضرتك مش سامعني برضو، انا بقول لحضرتك انه عبد الحليم وام كلثوم وفريد الاطرش وكل دول، او يعني فريد الأطرش ماشي كان أصله سوري، لكن كل دول هم اللي بيصنعوا تاريخ مصر. فإحنا مهم جدا أنه الناس دي لازم تؤرخ، لازم تؤرخ، سواء في فيديوهات على السوشيال ميديا لأنها أكتر انتشارا، سواء في مسلسلات أو أفلام. ضروري جدا أن إحنا نطلع سكريبت محترم يليق بتاريخ الناس دي. ضروري صحيح. جدا أن إحنا أحط مليون خط تحت الممثل اللي هيعمل الدور، لأن ده عبد الحليم حافظ، ده راجل ليه أهمية. إيه رأي حضرتك في المسلسل؟ أنا ما أقدرش أقول رأيي، لكن أنا لو حلو، بصي عارفة لو حلو مش هتتكسفي وهتقولي رأيك على طول. أنت بتحرجني يعني، بتلبسني رأيي. والله ده ممتاز على طول، إنما هو مسلسل مخجل، عشان كده أنا أتمنى قلت أحط شروطي بقى المرة دي وخلي بالي. نختار الفنان يكون طبعًا بقوة عبد الحليم حافظ، حتى ولو كان فنان شاب، ولكن يليق بمجد وقوة عبد الحليم حافظ. الناس دي صنعت تاريخ مصر يا جماعة، الناس دي خرجت الفن المصري للعالم كله. يعني لو يعني لما بنسافر بره مثلًا، بنروح باريس أو بنروح أي حتة، بنلاقي يقول لك أم كلثوم غنت على المسرح ده. فمهم جدًا إن إحنا نأرخ تاريخ الناس دي بشكل يليق بيهم، واتمنى ان احنا ناخد ده في عين الاعتبار. استاذ محمد شبانه، احنا بنقدر حضرتك جدا، بنقدر عبد الحليم فوق ما حضرتك تتخيل. شكرا لاسره الفنان عبد الحليم حافظ، وان شاء الله نتمنى ان يكون في فيلم او مسلسل يليق بهذا الفنان.